وعن هذه الموجة الحارة التي تجتاح العالم ما نتعرف على أخبار الطقس. دعونا نتحول من جديد إلى رجاء رمزي. تفضل. شكرا إيمان. شكرا هبة. شدينا توقعات خبراء هذا الطقس الحار نتابعها إياكم في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات والمدن في الجمهورية وأيضا عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية. نبدأ بمحافظة القاهرة، جو 36 هي الدرجة العظمى فيها، الصغرى فيها 26، جو حار في القاهرة. اسكندرية أيضا 33، 24 جو حار. مطروح 33، 23. بورسعيد 36، 25. أما الإسماعيلية 39، 25. محافظة السويس أيضا العظمى فيها 39، الصغرى فيها 26، العريش 36، 24. طابة 40، الصغرى 26، شرم الشيخ 41، 30. الغردقة 42، 30. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 44، الصغرى فيها 29، أسوان 44، 30. الوادي الجديد 45، 28. شلاتين 42، 30. أما حلايب 38 هي العظمى، أما الصغرى فيها 30. المشاهدين نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابعها.